لكن قبل ما نتقابل مع خميلة تعالوا نشوف مع بعض تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً زي ما حضراتكم متعودين معانا دايماً في بداية كل حلقة ونرجع على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً وذلك في حلقة جديدة من كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية ثلاثية غرناطة للكاتبة رضوى عاشور، وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور أحداثها في مملكة غرناطة. لم تخلو القائمة من أدب الجريمة، فجاءت في المركز الثاني رواية جريمة العقار 47 للكاتبة نهى داوود، وتدور أحداثها حول جريمة قتل في إطار تشويقي مثير. تحتل المركز الثالث رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام. تأتي بعد ذلك في المركز الرابع رواية ياسمين أبيض للكاتبة خولة حمدي، وهي الجزء الثالث من ثلاثية الياسمين للروائية التونسية. تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً بكتاب علاقات خطرة للكاتب الدكتور محمد طه، ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها.